بسم الله. احنا اتكلمنا بقى عن السكوبز وعن المستويات اللي انا ممكن اطبق عليها اوبشنز. خدنا المستوى بتاع السيرفر صح، السكوبز كلها مستوى السكوب، وخدنا مستوى الريزرفيشن. النقطه الثانيه، فرضا انا عندي 10 اجهزه في الاي تي. 10 اجهزه فين؟ في الاي تي. ال 10 اجهزه اللي في الاي تي دول عايز ارمي عليهم اوبشن، الاوبشن دوت اللي هو الراوتر، وهما فقط اللي اديهم الاوبشن ده. الموضوع ده باللي احنا درسناه نعمله ازاي؟ نعمل ديليجيت، لا مش لا نعمل صلاحيات لهم بس. ازاي؟ جروب بوليس. لا ما خدناش حاجه اسمها جروب بوليس خالص. احنا دلوقتي الدي اتش بي، الدي اتش بي يوزع عليهم اي بي هات، فهم من ضمن سكوب ده نحط فيهم. ما ما هي ما هي عندي سكوب. السكوب ديت بتاعتنا بتوزع على 200 جهاز. هنعمل جوه اي من ضمنهم، من ضمن ال 200 دول ال 10 بتوع الاي تي. انا عايز ادي ال 10 بتوع الاي تي بس. ممكن ناخد الرينجات بتاعتهم فقط لا غير وخلاص. ازاي يعني؟ ازاي تعملوها في ايه؟ ممكن ناخد كل واحد اي بي وخلاص. ازاي برضه؟ دي ممكن طريقه اللي هو مثلا وليكن الاولاني بتاعهم 1 9 2 1 8 10 من 1 لغايه 10. يلا ماشي؟ ماشي. هنحط الاولاني بتاعه اي بي والثاني اي بي والثالث اي بي والرابع اي بي. يعني بانيوال تقصد؟ لا مش فاهم. هنا واحنا بنحط في السيوب هنحط ازاي ها السكوب اهو. هنحط بقى نعمل كريت للايبهات اللي هم واخدينها ذات نفسها ان هو يزود خدمه الراوتر ليه في الخدمات بتاعتها. يا ابني بص هنا، انت بتقول لي كلام نظري. كريت يعني ايه كريت ايبهات؟ يعني ايه اللي بتقوله ده؟ هو دلوقتي الجهاز هيبقى زي ده هنا. هو ال 10 هيدخلوا هنا. ماشي اهو موجودين اهو واحد اهو. هنبدا نخش على الاعدادات بتاعته. اعدادات يعني مفيش حاجه اسمها اعدادات. يعني انت لما تخش على الادرس ليست دي مفيش حاجه اسمها اعدادات. مفيش حاجه اسمها كده. انت عندك دلوقتي لما تحب تدي اوبشن للان انت عندك ثلاث مستويات. يا اما تدي من السيرفر، يا اما تدي من السكوب، يا اما تدي من الريزرفيشن. كويس؟ ازاي تدي ال 10 دولت من اي مستوى من دول؟ الريزرفيشن دي. الريزرفيشن ديت عشان تعملها لازم تحجز كل واحد على حده. كويس؟ اذا معنى كانك هتعمل عمليه حجز لمين؟ لل 10 وادخل على كل واحد في ال 10 وادي له الايه؟ الراوتر. طبعا برضه الموضوع مجهد. المفروض انا عايز ادي 50 جهاز. هقعد احجز ال 50 جهاز. هنجمع الرينج بتاعهم، نشوف الرينج بتاعهم ايه وندي لهم الفكره. مفيش حاجه اسمها كده. يعني مفيش حاجه اسمها اجمع رينج واديهم. انت ممكن تقول لي مثلا اعمل لهم سكوب لوحدهم. كويس؟ بس هيبقى عندك مشكله. يعني مثلا السكوب ده اهي، السكوب ده اهي، اخش انا في الاعدادات بتاعتها واخلي السكوب يتوزع من 10 001 ل 10 00 10. يبقى السكوب دي يتوزع على كام اي بي؟ على 10. على 10. 10 اجهزه من 1 ل 10. حلو الكلام؟ طيب ال 10 دول هقوم جاي على السكوب اوبشنز كده ورامي لهم ايه؟ الراوتر. ورامي لهم كونفيجر كده وارمي لهم راوتر. ايا كان هو ايه هيروح لهم. بس هو انا في المشكله هنا ايه؟ ان هيبقوا دول في سكوب ليه نتورك اي دي غير السكوب التاني. فتبقى علاقتهم ببقيه الشركه مفصوله. صح ولا ايه؟ هنا هندرس احنا حل قدام ان انا ممكن اعمل لهم حاجه اسمها راوتنج فوصلهم ببعض مفيش مشكله. لكن ما كانش هينفع ان انا اعمل شبكه واحده على اتنين سكوب. يعني ما كانش ينفع ان انا اجي هنا على الشبكه دي واخليها توزع من 1 ل خليها توزع من 11 ل 254 ما كانش هينفع. كويس كده؟ في حاجه مش مظبوطه اللي هي 254. ما احنا عاملين سكوب برضه في نفس الرينج ده. لا 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 دي الاولانيه بس فيها رينج ايضا اوفر لابس رينج فاليد. لا هو تلاقي ثانيه واحده. انت بتوزع من 1 من 1 لمين؟ وحاجزين انت حاجز كام؟ انت حاجز 50. طيب انت مالك بقى انت؟ ما فيهاش حاجه. 54 ما فيهاش اي مشكله. وده انا مش عايزك توزع من 1، انا عايزك توزع من 10. انا عايزك توزع من 11. المهم ده خليته يوزع من كام؟ من 11. خليته يوزع
من 11 ل 254 كويس كده. وهعمل سكوب ثانيه توزع نفس الرينج من 1 ل 10 ينفع؟ ماشي ينفع. اه يعني السكوب دي هتوزع من 11 ل 254 وهعمل سكوب ثانيه للاي تي. الاي تي توزع من 1 ل 10 ينفع؟ لا ما هو دي نفس المشكله يا جماعه. ما هم الاثنين كده في شبكه واحده، ما ينفعش يبقى فيه اثنين سكوب لشبكه واحده، وبالتالي مش هينفع. وبالتالي ديت ما تفرقش معايا اذا كنت انت خليتها بتوزع من 11 ل 54 او بتوزع من واحده، كده كده مش هتعرف تعمل نفس الصبنه ده بسكوب ثانيه. تمام. فقدامك الحل دلوقتي انك تعمل لهم صبنه ثانيه وتعمل حاجه اسمها راوتنج بينهم وبين بعض يوصلوا لبعض، عشان تخلي بتوع الاي تي يشتغلوا مع بقيه الشركه، او انك تعمل بقى الاوبشن الرابع عندنا في الاوبشنز يتوزع على مستواه، اللي هو مستوى حاجه اسمها كلاس. الكلاس في حاجه اسمها فيندور وفي حاجه اسمها يوزر. الفيندور بيتكلم على البرودكت اللي انت شغال بيه. بمعنى ايه؟ بص لما اجي اسال السكوب اوبشنز بتاعتنا واجي اوزع اوبشن معين، زرار ادفانسد هنا بيكلمك عن حاجه اسمها فيندور ايه؟ فيندور كلاس. فيندور كلاس هنا يقول لك والله احنا بنوزع على مستوى دي اتش سي بي ستاندرد اوبشنز، الناس اللي بتفهم الدي اتش سي بي بنوزع على مستواه، بنتوزع على مستوى مايكروسوفت اوبشنز، بنتوزع على مستوى ويندوز 2000، بنتوزع على مستوى ويندوز 98، مستوى البرودكت اللي انت شغال بيه. كويس كده؟ ده اسمه فيندور. يعني انا عندي هنا في دي ان اس على مستوى دي اتش بي ستاندرد، لا انا عايز اعمل على مستوى 98 حاجه جديده، انا عايز اعمل على مستوى مايكروسوفت اوبشن حاجه ثانيه، انا عايز اعمل على مستوى، فانت هنا متوزع على مستوى ايه؟ حاجه اسمها فيندور. ودي حاجه انت مش هتخبط فيها كتير. اللي انت هتخبط فيه حاجه اسمها يوزر كلاس. كويس كده؟ ايه اليوزر كلاس ده؟ اولا هتعمل كرييت ليوزر كلاس، وعلى مستوى اليوزر كلاس ده هتنشئ حاجه اسمها بوليسي، سياسه. السياسه دي هتقول فيها ايه؟ اليوزر كلاس اللي احنا انشاناه هنوزع على مستواه راوتر بقيمه كذا، جيت واي بقيمه كذا، تمام؟ وبعدين اروح على الاجهزه اللي انا عايزها تاخد الراوتر ده اعمل لها جوين للكلاس ده عن طريق كوماند صغير كده. العشر اجهزه هرن عليهم الكوماند اللي بيعملهم جوين للكلاس. اول ما يعملوا جوين للكلاس عن طريق السياسه بقى اللي احنا طبقناها يتفعل عليهم الراوتر. علشان تعمل حاجه زي كده ثلاث حاجات بتعملها. اول حاجه انك تنشئ اليوزر كلاس. هنشئ اليوزر كلاس ازاي؟ اليوزر كلاس بتيجي رايت كليك على السيرفر بتاعك تلاقي عندك حاجه اسمها يوزر كلاس او فيندور كلاس، انت شغال على ايه؟ يوزر كلاس. يقول لك والله الديفولت عندي، عندي حاجه اسمها راوتنج اند ريموت اكسس، ده كلاس. عندي كلاس اسمه نتورك اكس بروتكشن، ادي كلاس. عندي حاجه اسمها بوت بي كلاس. لو انا عايز اعمل اوبشن معين للناس اللي هي بوت بي للسيستم بروتوكول ده هجيب هنا هعمل سياسة، السياسة توزع على مستوى دول اوبشن معين. لا أنا عايز أوزع على مستوى الناس اللي داخلين عليا بالريموت أكسس بالفي بي إن. الناس اللي هيخشوا بالفي بي إن هعمل لهم اوبشن محدد يخصهم. لا الناس اللي عندي اللي شغالين بالناب. إيه الناب ده هناخده قدام. باجي هنا على البوليسيز. رايت كليك وأقول له نيو بوليسي. هتسميها ايه؟ انا هقوله مثلا ست مثلا دي ان اس سيرفر فور في بي ان يوزرز ديسكريبشن اوس نكست. اديني الشروط. اد هتجيب فيندور كلاس ولا يوزر كلاس ولا ماك ادرس ولا كلاينت ايدنتيفاير ولا ريلي ايجنت انفورميشن على مستوى اليوزر كلاس. دي كلها المستويات اللي انت تقدر تطبق عليها السياسه. على مستوى اليوزر كلاس عايز يكون بيساوي ولا لا يساوي؟ لو كان اليوزر كلاس بتاعنا
يجيب لك الثلاثه اللي موجودين، لان احنا لسه ما عندناش كريت لحاجه تانية. صح. فانا عايز اعمل اوبشن للناس بتوع الفي بي ان يوزرز، فهعمل اوبشن على الكلاس بتاع مين؟ الراوتنج والريموت اكسس. الناس اللي داخل عليا ايه؟ ريموت. كويس. الناس ديت اهو، يبقى لما يبقى اليوزر كلاس بيساوي راوتنج اند ريموت اكسس كلاس، اوكي كده اديهم ايه؟ اديهم بقى اللي انت عايزه. عايز تديهم راوتر، عايز تديهم دي الناس زي ما انا كاتب، عايز اللي انت عايز تديه لهم انت حر فيه. هديهم راوتر مثلا اي كلام. نيكست فينش. في تلاقي عندك حاجات بقى تخص الراوتنج والريموت اكسس، في حاجات تخص حاجه اسمها الناب. الناب بروتكشن ديت هتاخدها قدام، دي اللي بتحط فيها شروط، لو الناس مش جايه تبع الشروط ديت بعزلهم عن الشبكه. يعني بحط شرط مثلا الفاير وول عند الناس يكون اون، لو واحد جه ياخد اي بي عندي الفاير وول بتاعه اوف، اعمل ايه؟ هعزله. وممكن اعمل له بقى انا هنا سياسه، الناس اللي تتعزل خليهم يتعاملوا مع الراوتر الفلاني، تعمل لهم راوتر مع الدي ان اس الفلاني بدل ما يتعاملوا مع بتاع الشركه. فاهم؟ طيب طبعا انا اللي عايز الراوتنج كلاس ولا الناب كلاس ولا البوت بي، الناس اللي بتستخدم بروتوكول بوت بي كلاس، مش عايز حد من دول. امال عايز ايه؟ انا عايز ناس عاديه عندي خالص، بس عايز اعمل كلاس كده ايه، المهم فيه واطبق عليهم اوبشن معين. فانا هاجي هنا انا واعمل انا يوزر كلاس. اليوزر كلاس اللي انا هعمله هسميه باسم يعبر عن مهمته. انت عايز اليوزر كلاس ده تعمله ليه؟ عايز اعمله الناس عشان تخش انترنت. كويس. انا عايز اسميه باي اسم، باي اسم. خلي بالك الكلاس، اليوزر كلاس بيتسمى اسمين، حاجه اسمها ديسبلاي نيم وحاجه اسمها اسكي نيم. واحد اللي بيتعرف بيه هنا، والتاني اللي الناس بتخش عليه من خلاله. ممكن تسمي ده اسم وده اسم وهتلخبط نفسك وتحطهم زي بعض عشان تريح بالك. فانا سميته انترنت، وهخلي الاسكي بتاعه برضو انتر نت. بيحولها بقى هو بقى حر يتعامل معاه، هو ده اللي الجهاز هيتعامل بيه انترنال، لكن هو هيظهر عندك باسم ايه؟ انترنت. انا سميت الاثنين زي بعض. اوكي شكرا. شكرا. تعالى بقى على السياسات عندي. هعمل سياسه. السياسه اسمها ايه؟ اسمها انترنت. ماشي. الديسكريبشن بتاعها ست راوتر لمين؟ فور اي تي روم. الشرط بتاعنا، الشرط بتاعنا والله ان اليوزر كلاس يكون انترنت. عايز تحط شروط تانية؟ وعلى حسب بقى، لو الشروط دي عايز كلها تتحقق عشان تطبق اللي انت هتجيبه يبقى قول لي اند، يبقى الشرط ده اند، الشرط ده اند، الشرط ده اند، الشرط ده. او تحط لي اور، يبقى سواء الشرط الاول اتحقق او التاني اتحقق او التالت اتحقق هطبق اللي جاي. مفهومه؟ واقول له نيكست. عايز تطبق ايه بقى؟ الاعداد ايه للسياسه ديت؟ ان الراوتر بتاعنا هيكون واحد 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 واحد. وانا اجيب لك حاجه غريبه عشان تظهر. نيكست فينش. انا كنت ممكن اجي على السياسه هنا واعمل سياسه نوت ايكوال، بس احنا مضطرين. ايوه ما بقول لك مثلا، يعني عايز بس اوريك الاوبريتور ده. بس انا عايز اعمل سياسه هو الكل السكوب كلها واخدين حاجه معينه، وهعمل سياسه استثني فيها حد. فاقول له والله لما يبقى اليوزر كلاس غير ده اعمل له كذا. انت حر بقى، شوف انت عايز تعمله ايه. مفهوم الكلام ده؟ طيب ادي الكلاس بتاعي اسمه سياسه اسمها انترنت، معموله للكلاس اللي اسمه انترنت ان هم ياخدوا راوتر واحد 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 واحد. صح؟ مين في الكلاس ده؟ ولا يعني الى الان مفيش حد عندي اتحط فين؟ في الكلاس ده. ازاي نحط ناس في الكلاس؟ تعالى كده. الراجل دوت لما بنقول له اي بي كونفيج مسافه سلاش اول، بيقول لنا شويه معلومات عن نفسه كده، شويه معلومات عن نفسه ان الجيت واي بتاعه
واحد 13 ده جابه منين ده؟ يا جماعه هو ده اخر حاجه احنا حطيناها ان احنا قعدنا نلغي نلغي والله. طيب على البركه ماشي. واحد 13 والليزك سبايريشن كذا وادي الاي بي بتاع 51 ده واخده ايه محجوز له صح؟ طيب انا هاجي هنا وطبعا الف ب ان انا هفتح السيم دي بتاعتي بال ادمنستريتور تمام. هقول له ايه بقى؟ نظف الشاشه كده الاول. اي بي كونفج اي بي كونفج مسافه سلاش. احنا خدنا اول خدنا ريليز خدنا رينيو صح كده. انا هقول له بقى ايه ست كلاس اي دي مسافه. هتست كلاس اي دي لمين؟ ما بين دبل كوتيشن كنت في ال7 وايام سيرفر 2008 وايام سيرفر 2003 وايام الاكس بي كنت بكتب لوكال اريا كونكشن. كان ده اسم ايه؟ لا كارت اللاب. بس احنا عندنا في 8 و 2012 اسمه ايه؟ ايثرنت. ايثرنت اهو ايثرنت زيرو. حلو؟ لما اكتب اسم كارت اللام بتاعي بقوم واخد مسافه وكاتب اسم الكلاس اللي انا عايزه يدخل فيه. الكلاس بتاعنا اسمه ايه؟ انترنت. سكسسفولي ضفنا الراجل كلاس اي دي للادابتر ايثرنت زيرو. طب وبعدين؟ وبعدين بقى قول له اي بي كونفيج مسافه سلاش اول. هتلاقي في هنا شويه معلومات زي ايه؟ اول معلومه ان الاي بي بتاع الجيت واي كام؟ واحد. تاني معلومه ان الكلاس اي دي بتاعه كام؟ انترنت. طيب الكوماند ده هعمله باتش وهخليه بالجروب بوليس اللي هندرسها قدام يتفرد على مستوى مجموعه اجهزه بقى براحتي. مش خدت الايو؟ او جاي على الايو بتاعت الاي تي ورامي ده على مستوى على فوقها كده. يتطبق كل يخش في الكلاس، اللي يخش في الكلاس ياخد الاوبشنز دي ودي ودي ودي. ها واضح الكلام؟ فيها مشكله؟ ازاي اطلعه من الكلاس؟ نفس الحوار بس بدل ما هتكتب له الكلاس بتاعك انترنت الكلاس بتاعك نان. تمام؟ وفي الحالة ديت لما اجي اقول له سلاش اول يقول لي والله يا محترم انا الجيت واي بتاعي لسه ما شافوش اهو. يعذب الناس مفيش حاجة يعمل كل حاجة عايزها. الكلام ده اسمه ايه؟ ده اسمه كلاس. طيب كمل معايا. بوليس فيها مشاكل؟ ايه فلترز دي؟ الدي اتش سي بي بيرد على مين؟ اي حد يبعت له برودكاست بيطلب فيه اي بي صح ولا لا؟ بص باستثناء الديناي ليست. طب هي الديناي ليست فيها مين؟ اهو هقول لك فيها الماجده. حط الديسكريبشن حط وقول له ات. يبقى الدي اتش سي بي هيرد على الكل باستثناء ده. بس هو في نقطه صغيره بس ما تنساهاش ان سيادتك على مستوى السكوب ما تنساش تفعل الديناي ليست. حلو كده؟ طيب ده انا عايز افعل كمان الالاو ليست. يقول لك خلي بالك بقى ايه الكلام؟ ذا دي اتش بي سيرفر ويل بروفايد دي اتش بي سيرفيس اونلي تو كلاينت. مين بقى؟ هوز ادرس ار ان ذا الالاو ليست. طيب ولو الالاو ليست فاضيه نو كلاينتس ويل جيت دي اتش بي سيرفيسز. يبقى انا كده بعمل الدي اتش بي وبقفله بس انه يخدم على مين؟ على مجموعه محدده. المجموعه المحدده ديت اعمل بيها ايه؟ المجموعه المحدده ديت بحطها في الالاو ليست هنا الدي اتش بي بيخدم عليها. ويقول لك ما تنساش ان انت هتعرف الناس في الالاو ليست بايه؟ بالايه؟ بالماك ادرس. بالماك ادرس. واضح الكلام كده؟ يبقى انت بتظبط الليسته بتاعتك وبعد كده بتيجي بقى هنا تفعل الايه؟ تفعل سواء الانيبل الاو او تفعل الـ
ديناي ليست. في اي مشكلة؟ لما تيجي هنا على السكوب وتجيب البروبرتس بتاعتها تلاقي عندك اول واحدة بيقول لك ايه رأيك ان احنا بنابديت الاستاتستكس كل ممكن تحدد لي وقت؟ هو بيعمله 10 دقايق. ايه الاستاتستكس ديت؟ الاستاتستكس ديت بتاعت السكوب اللي هي الاحصائيات. الاحصائيات ديت اللي فيها معلومات عن التوتال ادرس قد ايه؟ النيوز قد ايه؟ الافيلابل قد ايه؟ ده السكوب اللي فوق. السكوب بقى بتاعتنا دهيت احنا كنا عاملين فيها 243 مع ان هي بتوزع على 254 بس احنا عاملين ايه؟ شويه استثناءات كده شايلين شويه. ومستغل منها النيوز 2 0% وبقى عندك افيلابل كام؟ 241. طيب وبنجددها كل ممكن احدد له انا هنا واقول له والله حدث الاستاتستكس كل قد ايه؟ تمام. في عندي حاجه اسمها دي اتش سي بي اوديت اللي هي المراقبه. كل السيرفيسز اللي عندي بتتراقب بشكل معين وبتتسجل احداث المراقبه دهيت جوه ايفنت لوجز. الايفنت لوجز ديت انا ممكن اشغلها في مستوى اسمه ايفنت فيور وممكن بيتعمل لها فايلز لللوجز مع المكان اللي فيه الملفات بتاعه السيرفيس دي. بمعنى ايه؟ بص لو جيتوا على ادفانسد ورا خالص كده تلاقي عندك ان الاوديت لوج فايل بتتخزن فين؟ على السي ويندوز سيستم 32 في فولدر اسمه ايه؟ دي اتش سي بي. لو قلت له براوز كده اهو تعالى اخش لك عليه. لو قلت له انا سيبك سلاش روح على ويندوز روح على سيستم 32 باك سلاش خش على فولدر اسمه دي اتش سي بي اهو افتح الفولدر ده كده يفتح لك الفولدر تلاقي فيه ايه شويه حاجات من ضمنهم مثلا دي حاجه اسمها داتابيس. دي الداتابيس بتاعت الدي اتش سي بي. في جنبها حاجه اسمها لوج فايل. كل يوم بيتعمل لوج فايل للدي اتش سي بي بيتحدد فيه ايه ايه اللي حصل فيه. عندك يوم الاثنين اهوت عندي لوج فايل واحد يخص فيرجن 4 وواحد يخص فيرجن 6 اه ده فيرجن 6 اللي فوق ده بتاع فيرجن 4 بيقول لك والله احنا عملنا الاحداث بتاعتنا ارقام اهيت ووز ستارت ووز ستوب حصل مش عارف ايه حصل ايه. وتحت بقى هنا احنا بعتنا واحد واحد للكلاينت اللي اسمه مش عارف ايه وبعد كده عمل رينيو تاني فادانا له 51 وبعد كده طلب مش عارف الجيت واي فادانا له ايه. تجيب لك هنا بقى كل الايه كل اللي حصل في مع الدي اتش سي بي سيرفيس وكله بيتخزن هنا وهو عندك هنا في ادفانسد قايل لك المكان بتاع التخزينه. يرجع تاني لورا كويس. طيب الدي ان اس هناخده لسه قدام مش المره دي يعني في انتجريشن عمليه تكامل بتتم ما بين الدي اتش سي بي وما بين مين؟ الدي ان اس هناخدها قدام شويه. النتورك الناب برضو ده هناخده قدام شويه. موضوع الناب وازاي بيتكامل مع الدي اتش سي بي برضو ده هناخده قدام شويه. الفلترز بتاعتنا ودي اتكلمنا عنها ولا ايه؟ تمام. الفليفر بتاعنا ادفانسد بتاعتنا بص دي بقى مهمه. ايه دي؟ بيقول لك والله ايه رايك ان انا اخلي الرقم ده 3 ومعناه ان انا بكونفليكت ديتكشن اتمت 3 مرات. بحاول اكتشف الافلات كم مره؟ 3 مرات. انا دلوقتي الدور على الاي بي رقم 5 172.15. ايه رايك ان انا قبل ما اسلم الاي بي دوت هحاول ابنج عليه؟ اللي انا هسلمه هتحاول كم مرة؟ 3 مرات. طب لو عمل ريبلاي يبقى اكيد شغال. ما دام عمل ريبلاي عليا يبقى اكيد في جهاز واخده ستاتيك وشغال يبقى مش هديها هعديها واجيب اللي بعده. ما عملش لمدة 3 مرات ريبلاي يبقى اكيد ما حدش شغال فهسلمه. فدي ممكن انت تحاول بيها انك ايه؟ انك تحل لك مشاكل شوية بالنسبة لموضوع الاستاتيك. بس هتبقى المشكلة برضو ايه هي؟ ها؟ تبقى مشكلة ان لو الجهاز قافل اللي واخد اي بي ستاتيك 3 مش هيرد. هتحاول 3 مرات مش هيجي لك هتديها يعني كونفليكت بعد كده. فدي حاجات مهمه لا تغني عن الاستثناء. تمام واضح الكلام؟ طيب النقطه الاخيره اللي احنا عايزين نتكلم فيها طبعا ده على مستوى الاستاتستكس على مستوى السكوب هنا تمام وفي ستاتستكس على مستوى السيرفر.
ككل بقى بيتكلم عن السكوبز اللي عنده كلها. انا عندي التوتال عندي حصل كام ديسكفر، عملت كام اوفر، جالي كام ريكوست، اديت كام اكنولجمنت، كام حاجه اترفضت، كام حاجه اتقبلت، اجرت قد ايه، عدد السكوبز اللي عندي كام سكوب، عدد الادرس اللي عندي 253، عندي مش عارف نيوز قد كده، افيلابل قد كده. ده بيتكلم على مستوى كل الايه، كل السكوبز بتاعتها. كويس، ده احنا شفناه خلاص. البروبرتيز بتاعت السكوبز فيها نفس الكلام، جنرال ده اتكلمنا عليه، دي الناس ده قلنا قدام شويه هنتكلم عليه، الناب هنتكلم عليه قدام شويه، الادفانسد هنا ونفس الايه، نفس الكلام، مفيش كلام كتير. هنشتغل دي سي بس ولا تشتغل بوت بي بس ولا تشتغل بالاثنين زي ما انت عايز. الليميتد ليست ديوريشن عايز قد ايه لو انت شغال بالاثنين، لو بالبوت عايز قد ايه، لو بالدي سي بي مفيش، انت حر. واضح الكلام. الداتابيز بتاعت الدي اتش سي بي بتبقى موجوده على الفايل اللي احنا دخلنا عليه من شويه، الفايل اللي هو على السيبك سلاش ويندوز اهو، دي الداتابيز بتاعتنا اهي، اسمها دي اتش سي بي دوت ام دي بي، تمام. وجنب منها فولدر اسمه باك اب، بيتاخد باك اب يومي من الدي اتش سي بي، من الداتابيز بتاعته. كويس. طيب ينفع بقى لو حصل هنا طيرت وصوت ما في مشكله بقى صغيره، ما انا هقول لك عليها واكمل لك اهو. في مشكلتين، المشكله الاولانيه ان منطقي ان الباك اب ده ما يبقاش اونلاين، يعني ما يبقاش على ستورج اونلاين، بحيث ان الباك اب ده معمول للكوارث، هارد اتحرق، حصلت مشكله، حصلت فبجيبه من مكان تاني عشان ارجعه. لكن المشكله هنا ان انت حاطط الباك اب جنب الايه؟ وعلى السي كمان لو فرمطنا السي عشان ننزل هنا راح كل حاجه. فانا مثلا لو عايز اخد الباك اب ده لمكان ايه؟ لمكان اخر. شكر جدا جدا. انا اقدر امانيوال اخد الباك اب بشكل مانيوال من هنا، اقول له باك اب، يقول لي هات باك اب في نفس المكان اللي احنا متفقين عليه اللي هو كان فين؟ على السي ويندوز تحت خالص هتلاقي فاتح سيستم 32. باك اب بتاع الدي اتش سي بي، ولا انت عايز تنقل في مكان تاني؟ لا انا عايز انقله في مكان تاني واكون بقى عندي مكان بقى ايه، اكسترنال ستورج كده بقى. لو احنا مسحناه نعرف نرجعه؟ ما انا هكمل اهو. حلو الكلام. راح الباك اب، وسواء بقى كان الباك اب ده موجود او موجود على ايه، اكسترنال. فانا نزلت الرول بتاعه الدي اتش سي بي، ولما نزلت الرول بتاعه الدي اتش سي بي عملت ريستور للباك اب مره ثانيه، فقال لي هرستور من نفس المكان، هقول له اه اوكي تمام حلو رجعناه. في هنا بقى حته صغيره خالص، ايه هي؟ انت عندك داتابيز وعندك ريجستري. الداتابيز فيه كل المعلومات، فول انفورميشن اباوت يور داتا. الريجستري فيه سب انفورميشن، معلومات مختصره كده عن الايه، بس الاثنين لازم يكونوا متوافقين، يعني المعلومات اللي هنا بتعبر عن المعلومات اللي هنا. لما انت بتعمله باك اب وترجع الستور، وارد يحصل تفاوت في الايه؟ فينا حاجات مش متسجله لسه في الريجستر، فينا حاجات، فما فيش ايه؟ ما فيش توائم ما بينهم. عمليه التوائم ديت ليها اوبشن عندنا اسمه ريكونسايل اول سكوبز، يبدا يخلي الفايل اللي في الريجستري زي الفايل بتاع الداتابيز ويوفقهم مع بعض. بتيجي سيادتك كده اهوت وتقوم قايل له ريكونسايل اول سكوبز، يقوم مرجع لك كله ويقارنهم بعض ويظبطهم زي ما كانوا. كويس كده؟ طيب النقطة الثانية، لو السكوب اللي احنا شغالين عليها خلصت، يعني ايه؟ يعني الايبهات اللي فيها خلصت، نعمل ايه؟ وانا عايز ازود، علشان اخش ازود، عشان تزود عدد الاجهزة وعدد الايبهات في الرينج بتاعنا، هتلعب في الماسك، والماسك على السكوب ممنوع اللعب فيه. ابو الحل هتلغي وتعمل جديد ممكن لو انت عايز، انما ممكن تعمل سكوب تاني برنج تاني وتلم دي وبتاعتك في حاجه اسمها سوبر سكوب. السوبر سكوب بتبقى سكوب بتشيل جوه منها سكوبز، ما بتشيلش ايبهات. بص انا هاجي هنا وهعمل بقى ايه، مش نيو سكوب، نيو ايه، سوبر سكوب. السوبر سكوب دي اللي هيتحط جواها سميها ايه؟ اسمها مش عارف ايه، ايا كان. هحط جواها الاثنين دول. نكست.
فينش السوبر سكوب اللي اسمها مش عارف ايه تحت منها مين ده وده خلص هيخش على الثانيه ويكمل مفيش اي مشكله عنده مش هيعمل اي مشكله بقى ولا اي حاجه بس هو في نقطه صغيره بقى ان انت تكون مجهز قصه الراوتنج عشان يوصلهم ببعض وده ناخدها قدام اي شبكتين مختلفتين اي اتنين نتورك اي دي لازم راوتنج بينهم عشان يقدروا يوصلوا لبعض لازم فانا انا اقدر اعمل هنا وما اعطلهمش انا اقدر اعمل هنا وما اعطلهمش كويس بس هكون مظبط جنبها قصه الايه قصه الراوتنج مفيش اي مشكله عندي واضح الكلام الموديول بتاعنا اللي بيتكلم عن الدي اتش سي بي اهو تمام وتعالوا نتكلم ونقول انا مش عايز اوصل بالشكل ده مش عايز اقف ماشي المهم بص كمل كمل معايا ال ادي الايه الموديول بيتكلم مبدئيا عن مش عارف ايه الدرس الاولاني عن الدي اتش سي بي قال لك الدي اتش سي بي ليز جنريشن مش عارف خش على الدرس دوت الاولاني اهوت بيعمل لك مقارنه سريعه ما بين الاوتوماتيك اي بي والمانيوال اي بي ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ومشاكل ده ايه ومشاكل ده ايه هتلاقي نفسك كمان احنا اتكلمناه هنا بيتكلم على الدي اتش سي بي كويس وازاي الناس بتليز رينيوال اعاده الايجار تاني تمام هنا بيتكلم على ازاي الناس بتبدا تطلب اهوت اللي احنا خدناه من شويه كويس دي اتش سي بي ديسكفر برودكاست اوفر ريكوست وبعد كده اكنولجمنت بالايه؟ بالاي بي هنا بيكلمك على الرينيوال ان الاول 55 في الايه؟ في المية من الايه؟ من الوقت يبدا هو يبعت ايه؟ دي اتش سي بي ريكوست بتاعته وبعد كده يرد عليه هو باكنولجمنت فيديله كمان ايه؟ كمان 8 ايام طب لو ما كانش هو ايه؟ لو ما كانش شغال يستنى 87 ونص وبعد كده يعمل نفس الكلام طب لو ما حصلش 100% هياخد منه وبعد كده يديله حاجه ثانيه كويس؟ الريلي ايجنت ديت اللي احنا هنحطها قدام شويه اللي الدي اتش سي بتاعنا يوزع على سب نت وسب نت ثانيه يعني هيبقى عنده سكوب وسكوب ثانيه ازاي هو بيصنع من نفس كارت اللاند ده اللي هناخده لما ناخد من دور الراوتنج كويس كده؟ طيب اللي بعد كده بيكلمك على الاوثرايزيشن الاوثرايزيشن بيقول لك والله اولا الراجل ده الدومين كنترولر الدي اتش بي سيرفر الاولاني بعت للدومين كنترولر فالدومين كنترولر هو لما بعت لقاه تمام فوثقه لانه باعت له يوثرايز نفسه بالدومين ادمن بالاكونت كريدنشال بتاع الادمن كويس الثاني راح يوثق نفسه لقاه مش موجود عنده في الداتا بيس فقال له باي باي لما يجي الدي اتش بي كلاينت بتاعك يبعت الاثنين مين اللي يرد عليه؟ الراجل ده اللي هيرد عليه حلو الكلام؟ طيب بعد كده الدرس اللي بعد كده بيكلمك عن السكوبز بيكلمك عن ريزرفيشن بيكلمك عن الاوبشنز الابلايد الاوبشنز وكرييتنج ومش عارف ايه هو نفس الكلام اللي احنا ايه اللي احنا اتكلمنا عليه مفيش اي ايه مفيش اي جديد خالص هنا بيكلمك هنا عن الايه عن المستويات اللي بتطبق عليها الاوبشنز بتاعتك عندك سيرفر عندك سكوب عندك كلاس عندك ريزرفد كلاينت كله تمام بيخش بعد كده يكلمك عن الداتا بيز يكلمك عن الباك اب وريستور الداتا بيز ريكونسايل الداتا بيز موفينج الداتا بيز هو نفس الكلام اللي احنا ايه اللي احنا قلناها بيكلمك عن بعض الملفات اللي موجوده باك اب وريستور ادي الباك اب كويس هو هنا طبعا بيقول لك ايه انا هعمل موف الداتا بيز فبعملها على باك اب وبعد كده باخدها على ايه على سيرفر تاني وانزل الايه الباك اب باك اب ريستور مفيش اي حاجه بعد كده بيكلمك عن شويه حاجات بقى اللي هي المونيتورنج والمراقبه وما شابه كويس بيكلمك عن الجروبز اللي واخده الصلاحيات مين دي سي بي جروب ادمنستريتورز تمام والناس اللي هم في اليوزر دول ريد اونلي وديفولت اي حد اللي هي ريد اونلي تمام الاستاتستكس بتاعتنا كويس الاوديت لوج اللي احنا شفناه الايشو بتاعتك لاب سيناريو لاب فيو ادي يا عم الايه ادي يا عم الموديول بتاعك في حاجه ناقصه قول له تمام لا اكمل لك حته صغيره بس دي اتش سي دي اتش سي هو انا لو عندي 2 دي اتش سي بي في الشركه هقدر استنى في الباقي يعني ادي دي اتش سي بي 1 ودي اتش سي بي 2 وانا اعملهم عشان يوزعوا مع بعض وايه
طبعا المشكله عندي ان هم ده يكون بيوزع من نفس الرينج فيحصل ايه كونفر. طبعا انا فاهم وعامل حسابي فمخلي ده يوزع ايباد من 1 ل 200 مثلا يعني بقى، وده بيوزع ايباد من 201 ل 500 عشان ما اعملش عمليه ايه عمليه كونفليكت. فالناس لما بتاخد 500 جهاز الموجودين هياخدوا من ده وياخدوا من ده، ده هيوزع على 200 وده هيوزع على 300، فانا موزع عليهم الاحمال مثلا يعني. في الحاله دهيت لو حبينا نعمل عمليه حجز لجهاز اي بي محدد اعمل ايه؟ احجزه له في السيرفر الاولاني، طب ما ممكن يروح ياخد من السيرفر الثاني. احجزه له في الثاني، طب ما ممكن ياخده من الاولاني. احجز له هنا وهنا، يبقى ده مش حجز، ده فكره الحجز ان اثبت اي بي واحد للجهاز. فاهم كده؟ حته صغيره بس عشان ما لو جت قدامكم يعني، ان انت لما تحب تحجز في حاله زي ديت يبقى لازم تكرر الاي بي اللي هتحجزه في الاثنين، وتحجزه هنا وهو نفسه تحجزه هنا برضه. ازاي اكرر الاي بي في الاثنين؟ هتنهي بيه في الاولاني وتبدا بيه في الثاني. تمام. فهنا هيوزع من 1 ل 200، هنا هيوزع من 200 ل 500 مثلا، وهتحجز هنا 200 للماك وهنا 200 لنفس الماك، راح هنا خد 200 راح هنا خد 200. في مشكله كده؟ قولوا قولي هذا واستغفر الله.